صافي سيدي. هادي السلام عليكم. السلام. هذا الصباط غليظ غادي غادي نحكو شتي. السلام عليكم مشاهدي قناة محمدية بلاي. السلام عليكم. كانت واجدوا اليوم معكم ضمن برنامج مع الحرفيين. هذا البرنامج اللي كنقدموه تنسيق مع الهيئة الوطنية للحرفيين والصناع التقليديين. إذا اليوم كانت واجدوا عند أقدم خراز أو إسكافي أو كوردوني كما كل جهة وشنو كتقول لها أقدم واحد في المحمدية اللي هو في هذه المهنة تقريبا ما يزيد عن 60 سنة. اليوم غندردشوا معاه نعرفوا خبايا وأسرار هذه المهنة فخليكم معنا. إذا معنا رئيس الهيئة الوطنية للحرفيين وصناع التقليديين اللي هما اللي كعرفونا على الحرفيين القدام في المدينة. كنشكرهم على هاد الشراكة أو التنسيق. فالكلمة اللي تبغي تقولها لنا اليوم على أقدم خراز أو إسكافي بمدينة المحمدية. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة هاد الجولة اللي كنقوموا بها الحرفيين في عمالة المحمدية باش نبينوا الحرف اللي هما معروفين، وحنا في أمس الحاجة أننا نزيدوا نتعرفوا عليهم أكثر وأكثر. وكي كيشاهد المشاهدين الأعزاء دائما كنجيبوا لهم الحرفيين القدماء في الصناعات التقليدية وفي جميع الحرف المرتبطة بها. أكثر زيارات الحرفيين القدماء احنا عند السيد الجلالي، أقدم حرفي في السوق البلدي، وكان في السوق القديم السوق الجوطية القديمة، ومن يتحول هنا أقدم حرفي في السوق. والحمد لله وفقنا الله سبحانه وتعالى باش نتعرفوا عليه ونتعرفوا على المشاكل دياله. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحب ويرضى. إذا مشاهدينا كيف ما قلنا احنا اليوم مع أقدم خراز مدينة المحمدية اللي هو في هذه المهنة أكثر من 60 سنة. سلام شي جلال. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام. لاباس الحمد لله. إذا جينا اليوم باش نتحدثوا معاك على هذه المهنة، نعرفوا شحال من سنة، من إمتى بديتيها، علاش اختاريتيها، فتحدث لنا شوية على هذا الحرف. من 64. من 64 2001. شيرات الله وهذا. علاش اختاريتي هذه المهنه وشحال كان العمر ديالك ملي دخلت؟ العمر ديالي ما نقدرش نقول لك. انا فاش بديت هذه الحرفه هذه 64. 64 65 وهذه هي الحاله هي هذه. كيف ما سمعنا انك بديتي في السوق القديم اللي كان السوق القديم ديال السعاده الحد القديم 65 64 بديت فيها. ايوا هادشي فين كتب الله الخبز هو هذا. من بعد انتقلتي للسوق هذا؟ ايه لحد المحمديه ديال الوزيه ولا ديال هنا. ايه كنا نسوق السوق ولكن داكشي ضعيف فهمتيني، داكشي ضعيف ما هياش انا يعني نخدم واحد الحاجه بالثمن وكان رخوا اخره. وبقينا في هذه الحاله ديال هذه الحرفه هذه. واخا تحدث لينا على ملي يلاه بديتي الحرفه واش كان على الاقبال؟ كانوا الناس كيجيو بزاف؟ ايه كانوا بزاف يعني، وكان الوقت مزيانه ما هياش ما كانش، ولكن دابا شويه الوقت عيانه. دابا الوقت عيانه ما علاش في نظر؟ مصيريف كان بردو مصيريف ولا ما كاينش هادشي اللي كاين هو هذا. بغينا نعرفوا هاد الحانوت واش ديالك او لا غير كاريه او لا؟ ديال البلديه كنخلصوا الكرا 100 درهم في الشهر، كنا نخلصوا الضريبه. ايوا هادشي اللي كاين هو هذا. يعني انت كاع الحقوق الواجبات اللي عليك كتاديهم كل شيء؟ اللي كاين هو هذا، اي حاجه كنأديها من البلديه من ضريبه من كليه مسار الماء الضوء اخره. واخا تحدث لينا شويه على هذه المهنه ديال الخراز، شنو هي الصعوبات اللي فيها؟ شنو باش المواد اللي كتخدموا بها؟ نخدموا بالكولا، نخدموا بالمسمار، كنخدموا القديم ما كنخدموش جديد. ايوا هادشي اللي كاين هو هذا. احنا غادي. اذا انت تقريبا واحد 60 سنه تبارك الله وانت في هذه المهنه، يعني عايش بها وليداتك تبارك الله. اه زوجنا بها الوليدات وولد الاولاد، ولكن غاديين مع الوقت وما ناكلوش ديال الناس فهمتيني، ما ناكلوش ديال الناس ولا نضيعوا عباد الله ولا كذا، نخدموا داك الشيء اللي كتب الله. هادشي اللي كاين هو هذا. إذا أنت تبارك الله دابا في العمر ديالك شحال تقريبا من سنة؟ 76 صحيحة. 76 سنة ما شاء الله. إذا واش عندك تغطية صحية؟ عندك شي؟ عندي تصريح ديال هنا يلاه صرحت 6 شهور هذه دابا.
هاد المده كامله دوزتيها تقريبا واحد 60 سنه ما كنتيش كتستافد من التغطيه الصحيه؟ والو ما كنستافدش منها وما كانش في بالنا هادشي. مبادره ديال سيدنا خرجتي فيها باش تولي عندك تغطيه صحيه؟ ايه خلنا سيدنا ما يطول عمره دار سيدنا دار مبادره للحرفيين باش ينخرطوا في التغطيه الصحيه. ايه نعني باش شاركنا في التغطيه الصحيه هو الشيء اللي كاين. اذا كنشوفوا معك الصديق ديالك حتى هو اخوك حتى هو معك في الحرفه شحال تقريبا هو معك؟ تقريبا 74 من 74 ل 2001. حتى هو خدام معاك يعني؟ مسكين راه كيخدم على وليداتو داك الشيء اللي كتب الله. واخا يقد واخا ما يقدوش انا قسم الله راه كيدي. دابا كنشوفوا صراحه هاد المهنه ما بقاوش فيها الشباب كيخدموها، يعني اللي باقين فيها هما الناس القدام ديالها. الشباب ما غاديش يخدموا ما غاديش يصبر لهاد الحرفه هذه. واحد الوقت راه كان 48 معلم هنا في المحمديه ما بقى والو او ثلاثه ولا اربعه. الناس القدام صافي هادشي اللي كاين. باش نعني ولاد اليوم غاديين يخدموا لك هاد الحرفه ما يرضاوش، ولادنا ما غاديينش نعلموا بلاد الحرفه. علاش؟ مشاو لحرفه اخرى صنعاء. ما قلتيش لولادك انهم اجي يعني كما كنقول تبع حرفه؟ لا ما يبغي لياش وما غاديش يخدم فيها وما يرضاش يخدم فيها. علاش؟ واش هاد المهنه يعني ما مزيانه شريفه؟ اكيد هي شريفه. ندخل الحمد لله مزيان الله يجعل البركه. كندردو الصير ديالنا الله يجعل البركه، راه خير هذا عطانا الله. دابا مازال شويه الاقبال عليها او لا؟ نعم مازال كيجيو الناس باش يصوموا؟ يجيو الناس خدامين معايشين يجيو عندنا الناس بعاد وقراب من الدار البيضاء كيجيو عندنا. اذا انت معروف في المحمديه كلشي كيعرف السجلات؟ الحمد لله كلشي كيعرفنا كلشي كنعرفو. واللي ما عندوش نصوبوا ليه، احنا ما حناش بغينا غير هنا، حنا بغينا لهي ياك، هي اش بغينا غير هنا؟ اللي ما عندوش نصوبوا ليه، اللي عنده نصوبوا ليه قليل كثير. إذا بغيو نعرفوا هاد المواد اللي كتخدموا بها واش كتسبب شي أضرار للصحة ديالكم؟ هادي حنا ما تليناش نشموا شي حاجة ديال الكولا بمتنا، كنخدموا بالكولا كنخدموا بالمسمار وكنخيطوا داك الشيء القديم الشيء اللي كاين هو هذا. أنت بديتي فيها تبارك الله واحد 60 سنة، واش كان بإمكانك أنك تقدر تخدم في شي خدمة أخرى من غير خريج؟ لا ما كاينش، لا كنخدم في شي خدمة أخرى أبدا. ما تقدرش؟ لا ما نقدرش. أنت كتبغي هذه المهنة ديالك؟ المهنة لا طلع واحد دابا راه شوكة هذه يعني ديال هذه الحرفة هذه ما نقدرش نفرق. برد 500 برد 600 برد 1000 ريال برد 1200 كنقسموا انا وهذاك الشريف راه فينا هو. شنو حنا كنقولوا مناصحة. دا معنا السي الكراط محمد الاخ ديال السي جلالي حتى هو في الحرفة، تحدث لينا شوية على هذه المهنة. الله يحفظك، الله يرحم الوالدين. كان زوين خور زوينين الله يرضي عليك. خور 95000 زراكة. دوي لينا شوية على المهنة، واش شنو هي يعني شنو الصعوبات اللي فيها؟ عيان شوية الله يرحم الوالدين. باقي الإقبال على باقي الناس كيجيو يصاوبوا تبارتهم؟ أيوا يجيو الناس كيصاوبوا عندنا زوينين. زيد ليهم جوج أنا الكليانة اللي قالت لنا أنها تقريبا واحد 20 سنة وهي كتصاوب عند السي جلالي والسي محمد، تحدثي لنا عليهم شوية. و من تي شنو طلع عمره دار الناس من نهار كنت نعرفهم، انا كنت انايا بقولي كبرت حداهم هنايا بعمره دار. شحال تقريبا انت؟ باش 20 سنه وانا تنصاوب عنده. تحكي لينا ملي كنتي كتجي عنده قبل هذه واحد 15 عام واش كان عليه الرواج بزاف اكثر من دابا او لا؟ واش نقول لك بنتي ملي تنجي تنصيب عنده الكليان ديالو، تنصيب عنده الكليان عنده. بالنسبه للتعامل ديالو مزيان عمره دار زعما تيتساعد مع بنادم كليع كيعدو كل ما عندو بنادم، المهم تيصاوب مع الناس ماشي مشكل. بالخياطه ولا بالكوله ولا باش ما بغيتي يدير لك داك الشيء زوين، داك الشيء متقون تبارك الله. وانا دوك اللي جاي عندو انا جاي بس النظره ديال بنتي راه فيني يلاه جات عندك. تبارك الله. اذا شنو هي الكلمه اللي تبغي توجهها للسي جلالي وسي محمد؟ تنشكرو وتنزيدو في العطا ديالو وتنشكرو بزاف بزاف والله يكمل عليه. عمرك بدلتي هذه 20 عام كتجي عنده؟ لا ديما تنجي عنده الحانوت ديالو ديما تنجي انا. وفي اطار المواكبه ديال تسليط الضوء على الحرفيين بعمالة المحمديه، الان جينا عند الاسكافي من القدماء ديال المحمديه، وايضا وكنشكروا الحرفيين على الصعيد عملة المحمديه، وكنشكروا السلطات المحليه ايضا جميع اللي متتبعين ايضا المندوبيه ديال الصناعه التقليديه والغرفه
جميع المتتبعين ديالنا كنسلطوا الضوء على الحرفيين بعملات المحمديه، وما يتقلقوش علينا الحرفيين، اننا جايين عن جميع الحرف ان شاء الله غنسلطوا الضوء عليهم من القدماء ديال الحرفيين عملات المحمديه. وشكرا محمديه بريس الشريك الرسمي ديال الهيئه الوطنيه للصناع والحرفيين. اذا مشاهدينا كنتم معنا في حلقه جديده من برنامج مع الحرفيين، كنا اليوم عند سي جلالي وسي محمد، اقدم خريج بمدينه المحمديه لتقريبا واحد 60 سنه ديال العطاء وديال الخدمه المتقونة كيف ما كنقولوا. اذا كنشكروا سي جلالي وسي محمد مره اخرى، وكنشكركم مشاهدينا على المتابعه، والى اللقاء.